السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. تاكلوا معايا جبنة، سندوتش جبنة براميلي، ده الفطار بتاعي، وكوباية شاي بلبن، كوباية شاي ولبن. امبارح انا طبعا مفيش، مش جايبة ترابيزة بقى احط حاجة عليها، انا ماسكة الحاجة في ايدي وقعد على السلم، والسلم ده يعني سلمتين كده صغيرين، يعني السلم اللي الواحد بيقف عليه، بس هو سلمتين سلمتين بس، درجتين يعني. حد بيقولي الشجرة دي اسمها ايه؟ الثمار دي طعمها امزل لرنج، طعمها حلو، فقولولي عشان انا مش عارفه اسمها. قريت عنها انها مفيده جدا وفيها فوائد حلوه قوي، وفي ناس، الناس الهاي دول بيحطوها على السلطه، بيحطوها على حاجات، فبقولولي ايه دي. امبارح قلت لحضراتكم ان انا عايزه اعمل رجيم عشان انا زدت، وطبعا انا ما بقول لكم الحقيقه وخلاص بقى، وان انا هخس وبتاع وداخله يعني خلاص، قلت لكم الكلام ده وانا فعلا ناويه وفي نيتي فعلا. فالمهم دخلت، فهعمل اكل ايه، مش هعمل اكل ايه في الشغل يعني. المهم النهارده مثلا هعمل كيكه، اصورها كيكه المج، فقلت ماسكه طبعا انا الوصفه دي خدتها وشلت حاجات منها وحطيت حاجات انا عايزه احطها، يعني مثلا الوصفة ما علينا، انا شلت حاجات منها وحطيت حاجات فيها وكده، يعني لازم الواحد يطور في الوصفة او يحط الحاجة اللي هو عايز يحطها. وجيت بقى عملت المج اجربه عشان اشوفه عامل ايه، عشان بعد كده اقدم الوصفة وانزلها على القناة. وطبعا جيت دقتها، يا سلام، لقيتها حلوة قوي، معلقة ورا معلقة ورا معلقة المج. طبعا مش قادرة اقول لكم قد ده، مرتين رحت زلطاه. والله هو ده اللي حصل، عشان انا ما بخبيش عليكم حاجه، انتوا اصحابي اعزاء، انا بحبكم، ربنا يخليكم ليا، فانا بقول لكم على كل حاجه. مش لازم ان انا اقول لكم انا هعمل رجيم وابقى مرأة خارقه، يعني الكلمه اللي اقولها هي بالملي هروح، لا، اكيد الانسان يعني مش في كل الاوقات قوي، اكيد بيبقى عنده لحظات ضعف، خاصه بقى لحظات الضعف دي لما يكون قدامكم مثلا ايه، كيكه كده بالشوكولاته والشوكولاته سايحه عليها، تكلموا في ايه يعني؟ لا طبعا لازم الواحد هيضعف يعني. النهارده الموضوع اللي انا عايزه اكلم حضراتكم فيه، اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، القناه طبعا احنا عشان احنا يعني زي كل الناس اللي بتفتح قنوات دي، بيبقى بيقولوا لك يعني الناس اللي هم خاصين باليوتيوب بيقولوا لك ايه، اتكلم في مواضيع تهم الناس، يعني مثلا حادثه، مش حادثه يعني حوادث، كل يوم حوادث وحاجات وحشه يعني، لا، حاجه بتمس الراي العام، يعني مشكله حصلت، زي مثلا على سبيل المثال التحرش مثلا، طبعا كل الناس اتكلموا عليها، كل اليوتيوبرات اتكلموا عليها، الصغيرين وكل الناس اللي مبتدئه دخلت، كله يعني كل الناس كانت بتكبر بيتابع ايه الحاجات اللي ينفع نتكلم فيها او المفروض نتكلم فيها ونتكلم فيها. طيب احنا او انتوا او الناس كلها بتخش على اليوتيوب بتشوف قنوات وبتشوف حاجات بجد وحشه جدا ومقززة جدا، ولكن انا واحدة من الناس بشوفها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، بشوف حاجات وحشة جدا جدا ومقرفة. عمري ما دخلت، اول حاجة عشان بس اقول لكم، انا ما بعرفش ادخل واكتب تعليق، انا ماشية صريحة معاكم، انا زي ما انتم عارفين انا ست في القراية والكتابة، ست على قدي، تمام؟ ده عيب؟ لا ده مش عيب، بس يعني انت مثلا في الحياة في ظروف منعتك ان انت تتعلم، ولكن انت في الاول وفي الاخر بتجاهد وبتحاول بتحاول. طب فشلت، مش قصة، مش نهاية العالم،
وانت اصلا بتحاول في حاجة مش حاجة غلط، بتحاول في حاجة صح. انت مش بتحاول تسرق ولا تأذي ولا تعمل، انت بتحاول في حاجة انت نفسك فيها وحاجة مشروعة وحاجة صح. اكل قطمة بقى عشان ده هيبرد، ولو برد هو اصلا بارد بس يعني ايه هينشف. طيب المهم، اللهم صل عليك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دايما بن يعني عمري ما اول حاجه، انا انتوا عارفين ما بعرفش اكتب تعليق، وفي نفس الوقت لو بعرف اكتب تعليق مش هكتب تعليق لا حلو ولا وحش، وحتى ممكن اعمل ديسلايك وممكن ما اعملش ديسلايك، يعني اقول ده عاجبني او مش عاجبني، ممكن ما اعملش دي سلبيه مني او سلبيه مني، بس يعني انا ما اعرفش ظروف اللي بيعمل الحاجات الغلط او بيقول كلام عيب ده ايه ظروفه، يعني ما عنديش فكره في الموضوع، وموضوع ما يهمنيش. انا دخلت على حاجه وشفت حاجه منها ما عجبتنيش خلاص طلعت منها. ولكن عايزه اقول لكم الفيديوهين اللي حققوا مشاهده معانا، وعلى قد ما حققوا مشاهده على قد ما اتشتمنا فيه انا وبنتي، تمام؟ وحياه ربنا والنعمه دي. عايزه اقول لكم يعني تعليق، انا الناس المحترمه الناس اللي بتحبني ربنا يا رب يكرمهم بحق ده الصباح الكريم ويوسع عليهم ويسترهم في الدنيا والاخره، كل الناس المتابعاني انا يعني انا بيبقى كده في حب بيني وبينهم، رغم ان هم لا هم بعاد وانا يعني احنا بعاد عن بعض وما نعرفش بعض معرفه يعني شخصيه ولا حاجه، ولكن من تعليقهم ليا ومن ان هم بيكتبوا لي كلام حلو انا بحس ان هم فعلا بيحبوني. ليه هم يعني اكيد اكيد هم بيحبوني، والا لما كانوش مثلا كتبوا لي تعليق ربنا يديك الصحه، ربنا يوسع عليكي، اعملي كذا عشان قناتك تكبر، اعملي كذا، ربنا يكرمكم يا رب الصباح الكريم ده، امين يا رب العالمين. ولكن زي ما بقول لكم كده، طبعا اليوتيوب زي ما قال الناس المختصه باليوتيوب زي مثلا رؤيه المعلومات وقنوات تانية يقول لك ايه على طول اعمل فيديوهات اكل اشكال والوان، يعني اعمل ده واعمل ده وغير وغير في المحتوى وغير ما اعرفش، عشان الناس بتمل. زي ما انتم شايفين شويه بتكلم معاكم، شويه بعمل اكل، شويه بتشقلب في الروتين، شويه بدقلق في الغيطان، يعني زي ما انتم عارفين كده. فالمهم طبعا انا قلت اتكلمنا بقى في موضوع التحرش والكلام ده. طبعا انا عشان اطلع او بنتي عشان تطلع تقول، بنتي على فكره خريجه صحافه واعلام، بنتي خريجه صحافه واعلام، يعني ايه كانت صحفيه بس يعني مش شغاله في الصحافه، هي اخر سنه ليها اتجوزت وربنا سهل لها الحال. فطبعا لما انا اطلع او بنتي تطلع او اي حد يطلع يقول ده قليل الادب، ده عيب، ده حرام، ده ما يصحش، ده مش محترم، ده تحرج، ما هو كلام يعني عادي، كلام عادي جدا. يعني لما اقول لك فلان الكلب عضه، يعني دايما يقول لك منشط في الصحافه ما يشدش القراء، يشد القراء مش ان اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، مش الكلب مش البني ادم، كلب عض بني ادم دي ما تشدش، لانه هو طبيعي الكلب هي عض بني ادم، لكن اللي يشد القراء ان البني ادم هو اللي عض الكلب. فانت من الناحيه دي بتتكلم تمام. فبنتكلم مثلا زي مثلا بنتي ما قالت ان ايه هو معذور، طب يا عم كمل الفيديو وشوف، او مش عايز تكمله اطلع منه، انما والله العظيم والنعمه ده هي اوسخ الشتايم واوسخ التعليقات من ستات او من رجاله. نفسي اسال اللي بيشتم ده بيشتم ليه؟ ايه سبب شتمته؟ ان الكلام مش عاجبه؟ طب وايه المشكله؟ ما احنا بنخش على فيديوهات فظيعه، بنخش على ستات يعني والله والنعمه ده هي. انا دخلت مره على فيديو واحده هقول لكم ايه؟ مش كويسه خالص، يعني بتتكلم عن العلاقه بين الراجل وبين الست، قال يعني هي بتحفز الراجل ان هو يبسط نفسه او ست تتبسط معاه والكلام القذر. بص كلام طبعا مقزز وقذر وزباله، وكل الرجاله اللي دخلوا او يعني شفت حبه صغيرين من الفيديو، والرجاله اللي دخلوا والستات اللي دخلوا كلهم شتموها وقالوا له حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك. كل اللي دخل شتمها. انا لو كلمه واحده من الكلمه ده هي جات لي انا تلاقوني انا جاني اكتئاب اساسا، يعني كلام مقرف. ولذلك انا يعني فبنتي مثلا بتتكلم بتقول ان التحرش وبتاع ودخلوا، مش قادره اقول لك كل ما نشوف تعليق طبعا بتجري على طول تمسح التعليق. تخيلوا بقى لما راجل مثلا يخش في تعليق ويقول لها تعالي لي وانا اعمل فيكي وافعل فيكي، طبعا كلام قذر وبشع،
طب انت ليه حضرتك بتقول الكلام القذر ده؟ عشان هي بتقول ان ده معذور، او يا جماعة هي بتقول كلمة انا معذور عشان تشد الناس تخش تعمل مشاهدة، معناه ان غلط. طب خش وكمل الفيديو، يعني خش وكمل حضرتك الفيديو وشوف الكلام ده ايه. هي في اول الكلام بتقول لو اي حد تحرش بيكي ابتريه او اعملي فيه حاجة، يعني هي بتقول كده. طب يعني كمل الكلام ده، كلام حاجة دبلوماسية، حاجة تشد المتابع، حاجة يعني خلاص ما وقفتش على البت مثلا بتقول كلمة، او انا مثلا بقول كلمة، يعني في ايه يعني. فالمهم عايزة اقول لكم ليه الناس بتشتم شتايم، وشتايم قذرة شتايم. هل هو ما ممكن امه او اخته تكون فاتحة قناة وبتقول بتتكلم، ما ممكن قريبه، ما ممكن جاره، ما ممكن صاحبه. يعني تخيل ان دي اختك، تخيل ان دي امك بتتكلم، ليه داخل تشتمها؟ تخيل ان بتشتمها بابوها وباهلها، ابوها واهلها وامها دول ميتين، ليه انت في الاول وفي الاخر انت اخدت سيئات. اول حاجة انت اخدت سيئات والموضوع ما يخصكش باي حاجة، انت داخل بتتصفح، بتتفرج، بتتدلع، بتتسلى، عندك وقت فراغ وبتتسلى فيه، بتتسلى في ال عندك وقت فراغ وبتتسلى، فانت داخل تشتم ليه؟ يا عم مش عاجبك تفيت المليون الف قناة، اطلع من القناة دي وتخش اي قناة تاني، انت ايه مشكلتك يعني؟ يعني انت لما شتمتها هديت؟ يعني انت لما قلت لها افعل واعمل فيكي هديت؟ يا عم ده عيب، عيب يا جماعة، عيب الستات اللي بتشتم وعيب الرجالة اللي بتشتم. اتقوا ربنا سبحانه وتعالى، اتقوه. يعني انا مش قادرة افهم ليه الشتايم وليه يعني ليه الغلط. ما احنا بني ادمين وبنخش على قنوات، يعني مش هسمي لكم القنوات، اكيد انتوا بتبقوا عارفين القنوات، شتايم وسب وقذره وسخه. استحاله والله العظيم والنعمه دي استحاله ان انا اشتم، او اكتر حاجه اقولها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك في سر كده، وروح طالع بره الفيديو. انما ليه الشتايم؟ يعني انت يعني وجعك قوي الكلمه، وجعك قوي يعني حرقتك او احرقتك قوي الكلمه؟ في ايه يا جدعان؟ احنا مسلمين، عيب عليكم، عيب الشتايم وعيب قله الادب دي. انت في ايه؟ ما انت ما لما انت يا عم حامي قوي كده، ولا انت ست ملتزمه قوي كده، وانتوا كلكم بتشوفوا قنوات وبتشوفوا اوسخ الحاجات، اشمعنى جت على دي؟ احنا لا بنطلع على مؤاخذه نقلع، ولا بنطلع نقول كلام عيب، ولا نطلع نقول حاجه. ده انا مره برضو طلعت اتكلمت في واحد اتيوبر برضو انتوا تعرفوه، مش هجيب سيرته، واتكلمت عنه ان هو الراجل مظلوم، دخلوا برضو التعليقات يقولوا لي اصل انت هو بيقف جنب النسوان، عشان يقف جنب النسوان ايه؟ ده راجل كبير، ده راجل مسن، والله ما الاعتراض يعني شكله امور يعني، وانا ست كبيره، انا الراجل ده كنت عارفاه من خلال الانترنت، وعارفه ان هو راجل غلبان ولا ليه في التور ولا في الطحين، وتعرض لمشكله، وانا مش هقول على اسمه، وتعرض لمشكله، وطلعت قلت كلمه حق. يا لهوي على الكلام القذر اللي انا خدته، وانتي 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 وانتي، ايه يا جدعان في ايه؟ الرحمه حلوه، الرحمه حلوه. احنا يعني دي بقى الفيديوهات بتاعتنا، اللي هم الفيديوهين دول اليوتما، والفيديو منهم مدته كام؟ مدته 8 دقايق، ست دقايق، واحد مدته 6 دقايق والتاني مدته 8 دقايق، دول اللي جابوا مشاهده معانا، ومش قادره اقول لكم يعني جابوا مشاهده وجابوا شتايم، اقذر الشتايم. طبعا احنا اي شتيمه بنشوفها على طول بنتي بتحذفها، قلت لها يا بنتي اقفلي باب التعليقات، قالت لي لا يا ماما، ما هي التعليقات هي اللي بترفع الفيديو، التعليقات كلها شتايم. تخيلوا بقى لو جوزها شافها او اي حد شافها يقول علينا ايه؟ ما يصحش والله، حرام والله، عيب، ما يصح الكلام ده، ولا انتوا شايفين انا بتكلم في الغلط يعني؟ المهم المهم ايه؟ المهم ان شاء الله باذن الله احاول ان انا اعمل الرجيم، وادعوا لي بقى ربنا يقويني، لان عارفه ان الرجيم برضو ايه محتاج فعلا اراده، زي ما بقول لكم، ومحتاج طبعا تاكل فراخ، وانا بصراحه كرهت الفراخ، انا من كتر ما اكلت الفراخ هيطلع لي ريش، كرهتهم،
فكرة مش غاوية فراخ ولا غاوية لحوم ولا غاوية الكلام ده كله. أنا أحلى أكلة ممكن أكلها إيه؟ أحب العيش والجبنة، شاي بلبن، سندوتش طعمية، إيه تاني؟ مسقعة. هو ده الأكل اللي أنا بحبه، لكن يعني ماليش قوي في اللحوم والكلام ده والخضارات، ماليش قوي فيها. ربنا بقى ييسر الأمر بإذن الله، والواحد يخس شوية عشان الدنيا تتظبط معاه. متشكرة لكم يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.